هاد البلاصه هادي اللي كنشوف فيها العباس خاص ما بقاش صالح يعني انت باش تبغي تصاوب راه ما تقدرش تصاوب جي يجي شي جهه اخرى غادي تشوف كلشي بعينك نعم الله يستر الله يحفظ الدار هنا حتى الدار ديال انت ديالنا وديال الدار ديالك هي التراب إيه فين هي الدار ديالك هادي هذه سميتوش وهادي بقى فين ساكن بقى ساكن هنا ما عنده باقي فين ساكن ودابا بقى فين كاين دابا كلشي في الزنقه واحد ما غير الدار ها كما كتسمعوا الفقيه ديال الجامع اللي كيصلي بينا ف يعني فين كاع ما غادي يجي دينا عاد كاع الا بغينا كلشي تحرق ها كلشي مشى عندها الصبح الناس الفقيه ديال الجامع ما بقى فين ما لقى فين 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 ينعس وما كاينش شي واحد ينعس شي دابا انت دابا انت الا بغيتي تنعس في الدار كي غدير؟ انت الا بغيتي تنعس في الجامع كي غدير؟ انا النفسيه الانسان كما الطمانينه ما كاينش طاح عليا البيت طاح عليا البيت ونعس يلا بغيت نتعشى نايف وطاح هذاك الشيء اش جاب الله؟ ايش خش ما تحبسوا عليا انا والمراه سبحان الله وهربنا كنت سمع داك الشيء قرقر انا قلتها قبيله لطف الله لطف الله راه كاينين الناس راه كاين الناس هرب كاين وبعد انا شفت عائلات هربوا او يعني الله سبحانه وتعالى كتب عليهم انهم يموتوا وكاين اللي بقى في الدار ما هربش وانا ما هربتش الله سبحانه وتعالى كتب ليه عمر جديد الحمد لله هادشي راه كلشي خصنا نشوف نامنوا بحاجه وحده كلشي باذن من الله يعني ما كاينه شي حاجه زعما يكتب عليك كذاب يقول لك راه داكشي وقعد ودابا تاع هي داكشي وقعد حتى دازت هذيك على داخل شوف هنا دابا مشات ليه مسكين العائله مشات ليه ولا فيلا بغيتي كاع تشوف فين العرض شوف مسكين مشات ليه سميتو وباقي انا كنتصور مثلا غير انا ولا انت ولا مثلا انا ما نقدرش نصبر ما كاينش حاجه مسكين هو يمشي ليك يمشي ليك عائله راه الدمار الحقيقي الدمار الشديد واحد ما غاديش تلقاك الا كاع مشات ليك مرتك وسبحان الله يعني الدمار ديالهم والدار والحمد لله كنزيدو نامنوا بالقدره ديال الله سبحانه وتعالى غير انا شفت هذاك السيد وتصدمت زعما فاش سولتو فاش سولتو بصدمه يعني سول مسكين وعلى سول ولا باقي تيفكر الناس الاخرين علاش تيفكر ما هضرش على راسو هو مسكين شفتي فاش سولتو انت دابا الحاله ديالك كنت كتسول باقي مسكين اللي غتلهم من الناس اخرين ربي تبارك وتعالى عطي واحد الصبر وعطي واحد القوه الحمد لله اللهم لك ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير صراحه نحيدوا هذاك الشيء بغينا نطيحوا هذا الشيء على حساب هذا الطريق فين يدوز الناس هذا السلوك ديال الدور ما عرفتش غادي ندير لهم عندنا فين كيديروا لهم يعني دابا الا بغينا الا بغينا نوصلوا الرساله ديالنا انا بعدا كيف داكشي اللي فهمت انها دابا خص 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 الاكل خص الماكله خص الماكله تجي باش الناس ما يموتوش انا بالجوع الحمد لله خص الخزاين خص الخزاين الماكله الحمد لله جايه في الطريق عندك شي المحسن راه جايين داك الشيء عندكم المشكل ديال البرد المشكل ديالنا هنا وما عندنا فاش نفرشوا في الارض الا بغيتي تدخل الدار ديالك باش تنعس الا عندك باش تدخل الدار باش تجيب بقا تحرك في هذاك الشيء تخرج هذاك الشيء باش تنعس راه لا لا يلا كلشي داك الشيء كيتزعزع تخاف تمشي تاخذ شي حاجه داك الشيء كنطلبوا حنايا باش نفرشوا في الارض باش تغطوا الحمد لله راه جاي كنطلبوا من سيدنا الله يجي تاوي ديال الله ان شاء الله ان شاء الله تفضل داك الشيء في البيت ملي كنعس هنا في الخلاء كتدو عليا وكنشوف هذاك الشيء وكنتخلع صدمة ما بقاتش يعني صدمة باقا صدمة وكيخرجوا الدموع من عينيه قال كنشوف هذاك الشيء ملي كيدير بيا هكا اسمح لي نقطعك بالنسبة للعائلة ديالك يعني كاين انا والمرأة والدري يعني ما مات حد يعني الحمد لله ما يجعل البركة ما مات حتى شي واحد المكتب يعني مكتب الله داك الشيء المكتب الله هو هذا صحيح داك الشيء علينا هو هذا قال لك هرب الله ما عليه قدر ايوا داك الشيء دار تحت راه شوف الله دابا عمي ما خدامين ما خدامين انت مثلا دابا شنو خصك دابا مثلا مع هذه الكارثه اللي كتعيشوا هذه المعاناه يعني شنو كتشوف انه يعني خاصكم احتياجات ديالكم الا بغينا نقولوا دار انا ما عنديش دار ما عنديش فين نسكن تقول شي حاجه خص تعويضات تعويضات السكن والو انا ما عندي لا لا لا, لا بلاد لا شي حاجه لا تقول ما عندي الا الكروسه من السبت حتى السبت والله سبحانه وتعالى نهار السبت كنخدم بها ونجي في حالتي ونقعد ثاني حتى السبت اخرى كنصور بها ذاك التريف ديال الخبز داك الشيء اللي كاين وعندك الله سبحان الله هو حنا لاباس أيه. كنا خدامين الحمد لله ما خاصنا حتى شي حاجه هاد دارنا بويداتنا كلشي
الحمد لله غاديين بخير في الحياه. خدام انا في مراكش نمشي لا 50 كيلومتر كنجيب ليهم ما ياكلوا. الحمد لله دابا ملي وقعت الواقعه راه عندنا دابا هذه قدره الحمد لله. حنا مؤمنين بالقدر ماشي ما امنيش بالقدر سبحان الله. راه داك الشيء ديال الله ماشي شي واحد اللي يريب عليك ولا سميتو راه ديال الله. ودابا كنطلبوا بين باش نفرصوا ان شاء الله دابا الا بغيتي كاع تمشي تخدم راه ما عندك الخطر ديال لا خدمه ما عندك فين غادي لا تخلي ولادك هنايا في الزنقه وتمشي تخدم. حنا كنخدموا برا ماشي حتى في البلاد. حتى البلاد ما كتعطيناش البلاد يعني انتما مراكش ومراكش بعيد شويه من هنا يعني يقلب الحوز 50 كيلومتر ديك الساعه المنطقه الناس راه كيديبانيو هنا كيخدموا مره في العام غادي يصور داكشي اللي غادي يصور راه في العام يعني وداكشي راه ما كايناش شي حاجه كنمشيو كنخليهم. دابا راه ما عندنا فين نخليهم راه كندير كلشي كتشتي بعينك راه ما كاينش حاجه اللي انا قلت لك يجري يوم اللي ديك شحال ورق ديال السبيطار فقدت عجيب باقي كان حتى الدواء ما لقيت باش نشريه خرجوا لي ديال الدواء باش بغيت نشريه وباقي قلت هذيك الليله ندوز نهار السبت ونهار الاثنين باش نهبطني بغيت يدوز ليا في السبيطار فتح النوت جاب لها ذاك القدر ما مقابلي الصحة ان شاء الله كنتمناو ان شاء الله يكون الخير. وحنا وصلنا في الاول بعد واحد الحاجه تنويه يعني اللي درتوها مزيان انه كاين جمعيه كاين جروب كاين ضم بلاص مثلا ندير من ما ندير هذا وندير من كاين اللي كيدير سير كاين اللي كيسير. لا عندنا جمعيه هنايا جمعيه انطلاقه درنا واحد الخطه باش هاد الناس حيت الناس ما بغاوش يتجمعوا لنا من بلاصه. الناس ما بغاوش يخليو المنازل ديالهم ويمشيو للخلا عندو شي تيسا حدا الدار مريح فيها كيدير فيها كيطون وداكشي وكنقسموا لهم داكشي اللي جاب الناس كنديو شويه لهنا وشويه لهنا وشويه لهنا كنقسموا بيناتنا هادشي اللي عطا الله. الله يكبر بك الله يحفظك شكرا بزاف الله ينورك. كما قلت لكم انه هذا هو الجمع وسبحان الله الله سبحان الله ها الله اكبر. ها هي ها هي الله اكبر. وبلي هذا يلا جديد. لا عندك شويه هذا جديد هذا بسم الله هذا بيت الله ندخلوا ونتوكلوا على الله بسم الله على بركه الله. اوه اهما والان مازالين في بلاصتو سبحان الله. شوف ها شوف الحيط ها راه الحيط ها شوف سبحان الله الحيط تهدم من هنا وطاح والبلاصه اللي فيها القران بقات ونورمالمون باش